توسع في هذا الموضوع مع الدكتور زكريا نسور أستاذ الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة. مرحبا بك معنا دكتور زكريا. حياك الله دكتور. يعني الأوضاع في القدس من سيء إلى أسوأ، ومجلس الأمن لم يستطع اليوم اتخاذ أي قرار بسبب الأمريكان. هل من سيناريو تتوقع سيناريو جديد يمكن أن يحدث بجلسة اليوم مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حقيقة لا ترد الحقوق في مجلس الأمن ولكن في مكتب التجنيد. إن ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. وبالتالي كل ما يمكن أن يتمخض عن مجلس الأمن في اجتماعاته، أو جامعة الدول العربية في لقاءاتها، أو المحافل الدولية والرسمية وغير الرسمية، هذا كله كأنه سحابة صيف لا قيمة لها. التحية كل التحية، والإجلال كل الإجلال، والإكبار كل الإكبار لأهلنا في القدس الشريف المرابطين الصابرين الذين يمثلون رأس الحربة للتصدي للهجمة الصهيونية والغزوة الصهيونية التي تحاول اجتثاثنا واجتثاث تاريخنا وحضارتنا من هذا المكان المقدس الذي يمثل ثالث، الذي يمثل أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ورابع المساجد التي حرمها الله عز وجل على المسيح الدجال في آخر الزمان. نعم دكتور زكريا، اسمح لي. نعم دكتور، يعني أهل القدس نعم تفضل. لما كان هناك أي اعتبار لما يجري اليوم من إهدار حقيقي لمكانة وقداسة هذا المكان. نعم دكتور. طيب يعني إذا لم يكن هناك أي أمل من مجلس الأمن الدولي، ولن يكون هناك أمل من جلسة يعني الجامعة العربية غدا، يعني هل هناك إذن مفاجآت غير متوقعة قد تحدث قريبا في قادم الأيام؟ كل ما يمكن أن يحصل، كل ما يمكن أن يحصل هو الميدان الحقيقي ودرجة الصبر والمصابرة والمرابطة الحقيقية ودرجة قدرة أهالي القدس الشريف وما حوله من رفض هذا المشروع الذي يقضي بإنهاء الوجود الإسلامي في هذا المكان من خلال كل التفاصيل التي ذكرتم في التقرير وما لم تذكروا في التقرير وذكرته أكيد قبل ذلك. نعم. كل ما يجري ليس له إلا تصدي أهل القدس وما حوله، لأنه هو الميدان الحقيقي. وإلا ما هو تفسير ما حدث بالأمس في عمان؟ ما تفسير الصمت العربي المطلق حتى اللحظة؟ ما هو تفسير الصمت الإسلامي الرسمي حتى اللحظة؟ أنا لا أتحدث عن المسيرات التي خرجت في تركيا وفي ماليزيا وفي إندونيسيا من المساجد، أتكلم عن الجهات الرسمية. أين هي المواقف التي تتحدث عن الدول العربية والإسلامية وفلسطينيا أيضا؟ أين هو الموقف الرسمي؟ إذن لا جامعة الدول العربية ولا الأمم المتحدة يمكن أن يحدث من خلالها شيء. وبالتالي أهل الميدان الصابرون المرابطون الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة من أجل القدس والحفاظ على قداسة القدس هو الذي يمكن أن يحدث تغييرا وتراجعا أكيدا بإذن الله في الموقف الصهيوني الداعي والساعي إلى إنهاء الوجود الإسلامي. نعم دكتور زكريا، يعني أمام كل ما تقول، إذا ما الذي يمنع الجماعات الصهيونية المتطرفة من تطوير آليات استهدافها للأقصى، يعني خاصة وأن هناك ضوء أخضر متواتر من حكومة الاحتلال، هذا عدا عن التحريض السافر والمباشر من قبل بعض الوزراء والمسؤولين الصهاينة ضد الأقصى وأيضا ضد أهالي القدس أيضا؟ صحيح. الآن بشكل واضح نعم، القدس مستهدفة من يوم احتلالها أو إتمام احتلالها عام 67. الآن هذا الاستهداف طبعا كل فترة
كل فترة بتحدث محاولات لجس النبض، هل يمكن أن نكمل المشوار أو نوقف؟ طبعا المؤسسات الأمنية بتحسب الموضوع كويس، ليس النسق السياسي وحده هو الذي ينفرد بالميدان، هناك الأمن الداخلي عندهم أحيانا يقول لا أوقفوا ما وصلتم إليه أو ما تسعون إليه، لأنه حالة الغليان يمكن أن توصلنا إلى أمر لسنا بحاجة إلى الوصول إليه. التصعيد منا في مقاومتنا لعملية التهويد والصهينة لهذا المكان المقدس بالتأكيد ستدفع القيادات الأمنية عندهم إلى التنبؤ بما سيحدث في هذا المكان. نحن أمام حالة من طابور استشهاديين يمكن أن يحدث في القدس وفي ساحات القدس وفي مدينة القدس وفي غيرها من المدن المحتلة عام 48 إذا لم يوقف هذا الإهدار الحقيقي لقداسة القدس، وبالتالي يمكن أن تشكل ضاغطا حقيقيا أكثر بكثير من الذي يمكن أن تفعله لقاءات الجامعة العربية. وأنا قبل أن يحدث الاجتماع أقول ارصدوا ما الذي سيحدث في الاجتماع وما الذي سيتمخض عنه، وهل ولكن عفوا ولكن هناك دكتور نسور، لكن هناك أيضا حالة انقسام فلسطيني سيد نسور. هذا الانقسام الفلسطيني يعني هي مشغولة بصراعات سياسية من أجل الاستئثار بمواقع السلطة والنفوذ، يعني هذا الانقسام ألا يتحمل المسؤولية في ترك الساحة الفلسطينية مكشوفة للتراشق السياسي والإعلامي، وبالتالي يعني تركها يعني لقمة سائغة كما يقولون للصهاينة؟ أقول إنه الانقسام له دور مهم وخطير، ويجب أن يوقف هذا الأمر بشكل واضح، لأنه القدس موضوع كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم وكل إنسان في العالم، ونحن أولى بدرجة الأولى لأنه هذا في أرضنا ومن مقدساتنا وعلى أرضنا، وبالتالي يفترض أن ننظر إلى القدس، والقدس هي التي توحدنا، ويفترض أن نصف جميعا تجاه القدس والعمل على الدفاع عن القدس، لا أن نمنع على الأقل مسيرة تتحرك باتجاه القدس وتضامنا مع القدس. هذا أمر غير معقول ولا غير مقبول. وبالتالي يعني كمان في شغلة مهمة جدا، يجب أن لا نضع في حسابنا أو يعني لا نحمل كل شيء لموضوع الانقسام الفلسطيني. وكيف لا نستطيع أن نحمل كل شيء للانقسام الفلسطيني يا دكتور زكريا؟ يعني هذا انقسام فلسطيني، يعني عندما يتفرق الأخوين، يعني هناك مثل معروف شائع لديكم يقول يعني أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. مظبوط. أنا لا أبرر الانقسام وأدعو إلى وقفه فورا، تمام، لكن أنا أقول كمان في شغلة تانية، يجب ألا نجعل الانقسام هو موت الشماعة التي نعلق عليها أي عمل صهيوني تجاه شعبنا أو ضد شعبنا. الممارسات التهويدية للقدس قبل الانقسام وقبل قدوم السلطة أصلاً، قبل قدوم السلطة حالة التغول موجودة وقبل الانقسام موجودة، لكن في أجندة صهيونية تتحرك باتجاهها. صحيح الانقسام يدفع باتجاه يعني رفع الوتيرة في التهويد، هذا صحيح، لكن ليست هي الرافعة الوحيدة والشماعة الوحيدة التي يعمل من خلالها الصهاينة. نعم دكتور زكريا نسور، أستاذ الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة، كنت معنا في نشرة الحصاد، شكرا جزيلا لك.